الرحيم. شكرا أستاذ الدكتور أسامة على هذه المحاضرة القيمة اللي مست موضوع بدأ ينتشر ويعاني منه كثير من الأطفال المترددين على المستشفى. محدثنا الآن الأستاذ الدكتور مدحت العربي، Rule of Pharmacological Treatment in Childhood Obesity. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شكرا منصة الكريمة أستاذ سرغالة، دكتورة زينب، دكتور حسني بيه، دكتور عماد، أخواتي الغاليين دكتور أمير ودكتور نهى وكل الحضور. هنتكلم بقى على الجزء الثاني من المسلسل بتاع التشايلدهود اوبيزيتي. رسامة فرش فرشة حلوة قوي، فهيبقى الموضوع بالنسبة لي يعني إن شاء الله مش صعب إن احنا نتكلم. والتوك سبونسرد باي شركة نوفو. هنتكلم على دواء من الدوائين اللي موجودين أو التلات أدوية اللي موجودة في السوق المصري حاليا. الكلام عن الأدوية بيبقى كلام طف شوية يعني، بس بأمانة لو بنتكلم على الأوبيزيتي زي ديزيز ده باي ديفينيشن، وسام اتكلم، احنا هنتكلم بقى ان كل الانستيتيوتس قالت ان هو ديزيز، فما فيش ديزيز من غير دراج يكون موجود كأوبشن. من ضمن الثري أوبشنز اللي احنا بنشتغل بيهم، نبدأ بلايف ستايل انترفينشن، بيهيفيرال موديفيكيشن. كان ده مش بيجيب كتير بأمانة في المجتمع المصري، قدامي سكتين، لا إما فارماكولوجيكال لا إما بارياتريك. هنقول يعني موضوع الفارماكولوجيكال ايه اللي احنا ممكن التبس البسيطه في استعمال الدواء الجميل بتاع اللايراجلوتايد واللي خد اف دي اي ابروفال في المانجمنت بتاع التشايلد هود اوبيزيتي ريسنتلي، بنتكلم من سنتين ثلاثه. الاجنده هنتكلم على الاوبيزيتي تشالنج مانجمنت اوف ادوليسنت اوبيزيتي وي هاو اللايراجلوتايد 3 ملي جرام هيلبس ادوليسنت ليفنج ويز اوبيزيتي. دكتور أسامة اتكلم على تشايلد هود اوبيزيتي وقال ان هي فعلا تشالنج ومشكله، واي عيله فيها طفل بدين هو بيعاني وامه وابوه بيعانوا، واللي اشتغل في الفيلد ده عارف الكلام ده. بيجي الاب والام ومعاه الطفل، بنشوف قنابل دلوقتي موجوده، مثل الحمله بتاعت 100 مليون صحه لما اشتغلنا فيها، انا جايب كم صوره كده من الصور المؤلمه المفزعه، احنا ما نشوف 120 كيلو في واحد في سنه سته أو في سنة خمسة أو أولى إعدادي، أرقام ما كانتش موجودة قبل كده. مشكلة موجودة في القرن 21، مشكلة التشايلد هود أوبيزيتي مرتبطة بكل الكرونيك ديزيزز والكوموربيديتي. البريفنشن هو الأساس، ولكن ما عرفناش نعمل بريفنشن ولبسنا في الديزيز. أوبيزيتي إز أ ديزيز باي ديفينيشن، كل الانستيتيوتس اتكلمت على كده، الورلد أوبيزيتي فيدريشن قالت كرونيك ريلابسنج بروجريسيف ديزيز. تلات حاجات أساسيين، الكنديان السيميلر تو دايبيتيس اند بلاد بريشر، الإياسو جيت واي تو ميني أذر ديزيز، وكل المؤسسات التانية اتفقوا إن احنا بنتعامل مع مرض ومرض خطير. جلوبال بريفالنس بنتكلم من 2020 157 مليون، طب و2030 100 مليون طفل زيادة. دي الصور اللي أنا قلت لحضراتكم عليها. أنا فاكر أبانوب ده كويس جدا في العيادة بتاعت سيدي جلال، ده كان تقريبا في سنة ستة، وهتبص وراها هتلاقي أبوه موجود أهو، وده بيقول لك موضوع جينيتك باك جراوند اللي ممكن يكون موجود في الأوبيزيتي. بص الفيو الرهيب وكمية التنمر اللي ممكن تحصل لطفل زي ده لو إحنا ما عرفناش نعمل مانجمنت. الشكل ده يعني للأسف للأسف لو موجود أعتقد إن حضرتك لازم تاخد أكشن. الاوفر ويت والاوبيزي ديفينيشن، اطفال ما بنستخدمش البادي ماس اندكس جريدز، مفيش حاجه اسمها ان انا استخدم من 18 ل 25 والكلام ده، بستخدم البادي ماس اندكس ستاندرد ديفيشن سكورز، وي اكوردنج للستاندرد ديفيشن سكور اللي هو سبيسيفيك فور ايج اند جندر، الميل او الاطفال البويز ليهم سبيسيفيك شارت، ده بال WHO CDC، والجيرلز ليهم سبيسيفيك شارت. لو كان الستاندرد ديفيشن اعلى من 2 او 3 بقول ان الطفل ده داخل في اوبيزيتي، او اشتغل بالبيرسنتايل. ايه مشكلتنا في الاوبيزيتي؟ مشكله الطفل الاوبيز لما يكبر لو كان البيرسنتايل بتاعه فوق سن فوق ال 95% 84% من الاطفال بيخشوا في جريد 1 اوبيزيتي، يعني البادي ماس اندكس بتاعه بقى فوق ال 30. 60% داخلين في جريد 2 اوبيزيتي، و 34% داخلين في الموربيد اوبيزيتي جريد 3 بادي ماس اندكس فوق ال 40.
الاكشن 10 لدراسه اتعملت، وكانت دراسه قويه جدا عملتها شركه نوفو، وكان طلعوا الكي فايندنج الجميله. والترمينولوجي مهم جدا يتقال. انا ما بقولش اوبيز تشايلد او حتى اوبيز بيرسونين بره، عشان موضوع الانسلت، عشان اقول له انت تخين او تخين زي ما بيقولوا، ده يعتبروها انت كانك بالظبط كده بتقول للطفل ده كلمه مش كويسه، فبيسموه ادوليسنت ويز اوبيزيتي. فالادوليسنت ويز اوبيزيتي جيت هيلث انفورميشن فروم اونلاين سورسز، ده اول مشكله بتقابلك في المانجمنت. المشكله الثانيه الكير جيفرز، سواء اذا كان الاب الام العم اي حد، اندر استيميت الامباكت اوف اوبيزيتي وزير ديزاير تو لوز ويت. هو لا عنده، هو شايف الطفل زي ما قال الدكتور اسامة الراجل جميل، انا خسسه ليه؟ ففي اندر استيميشن. ديما الاطفال دول بيليف زي كان لوز ويت اند كيب ات اوف، وبيقولوا ان الموضوع ده صعب جدا عليهم. الهيلث كير براكتيشنرز دي المصيبه السوداء، ان هو برضه مش باصص للموضوع النظرة اللي المفروض ان هو يشوفها ان ده ديزيز ومحتاج مانجمنت. والترتيب ما بين الهيلث كير براكتيشنرز وبين الفاميلي مش واخد الفيو اللي المفروض يكون موجود فيه. ايه الاوبشنز اللي موجوده معانا؟ لايف ستايل انترفينشن للاسف بنعمله ما بيجيبش اكتر من 5%. فارماكوثيرابي ده اللي هنتكلم عليه، والنتائج بتاعته كويسه جدا ومذهله، وانا ما عنديش اوبشن لو جاي لي طفل والطفل ده بدات معاه لايف ستايل انترفينشن فيلد غير لا اما ده لا اما البرياتريك اللي هيتكلم عليها الدكتور احمد كمال. فالجاب بين حاجتين، انا بدات سيلف دايركتد لايف ستايل تشينج وبدات دايت، وصعب جدا انك تقول للطفل انك انت تلتزم بكذا. وغالبا كل انواع الدايت اللي احنا بنقولها كلها انترميتن فاست لو كارب دايت كل الكلام ده مش هتعرف تعمله لا مع الطفل ولا مع الاب والام. فالكومبايند ما بين اللايف ستايل والبيهيفيرال والدايت غالبا بيجيب 5%. بارياتريك فيري سيريس ديسيجن ان انا اخد واعمل بارياتريك، وليه الجايد لاينز بتاعته، لازم يعدي سن معين، طول بتاعه يوصل لنسبه معينه، عمليه مش سهله هيتكلم عليها الدكتور محمود. في جاب ان بتوين، واحد فيلد لايف ستايل ونيوتريشن مش عاوز يعمل عمليه، الجاب دي نسدها بين نسدها بالفارماكوثيرابي اللي هنقول عليه دلوقتي. اللايراجلوتايد 3 مللي جرام ايه قصته؟ اللايراجلوتايد اذا جي ال بي بيتفرس فيسيولوجيكال من الجسم، مشكلته في يقعد دقيقه دقيقه ونص ويتكسر بالدي بي بي 4 انزيم. فانا عندي كميه جي ال بي المفروض موجوده في الجسم بس ما بياخدش الا غير الفيسيولوجيكال فانكشن بتاعته دقيقتين ويتكسر. طب ايه الحل؟ شركة نوفو قالت نعمل ايه؟ نعمل تغيير في الفارماكو كاينيتكس اند فارماكو داينامكس، شالوا اللايسين وحطوا ارجينين، فيجي الدي بي بفور يمسك في السايت عشان يكسروا ما يعرفش. طب مشكلتي التاني، المشكلة التانية في الهاف لايف بتاعته، اتكلم في دقيقتين، لا نحط سايد تشين بروتين عشان الهاف لايف بتاعته تبقى 13 ساعة، فالمولوكيول يقعد معاك يوم كامل يشتغل. اشتغل على ايه؟ اشتغل على الارك وت نيوكليوس مينلي سنترال. الاكشن بتاع اللايراجلوتايد او الساكسندا بيقلل الجاستريك امبتي، ولكن المين اكشن بتاعه السنترال. اشتغل على البوم سي والكورت، النيرونز المسؤول عن الساتايتي، انهانس الساتايتي. بيشتغل على النيوروبيبتايد واي واي اند الاجي ريليتد ترانسكريبت، الاثنين بيقلل الهانجر، يزود ساتايتي يقلل هانجر. دول المشكلتين الاساسيين. اي دراج عشان ياخد اف دي اي ابروفال ويخش في الجايد لاينز لازم يكون في ترايل، والترايل دي بسامبل سايز محترم، اتكلم في 3000 او اكتر، ده عشان اغير بيها جايد لاينز. السكيل ترايل دي اللي عملتها شركه نوفو واللي منها خد الابروفال ان انا استخدمه في المانجمنت بتاع التشايلد هود. فايفالويت الافيكاسي اند سيفتي، وده الكلام المهم، لان انا ما يهمنيش افيكاسي بس، القاعده الاساسيه نو هارم في المانجمنت، خاصه لو انا هستخدم دراج اوف سبكاتينس اللايراجلوتايد از كومبايند تو اللايف ستايل ثيرابي فور ويت مانجمنت في الادوليسنت. اشتغلوا بالليله دي، وانا ما بحبش اشرح بقى ترايلز عشان بتبقى رخمه شويه، ولكن تو لمب بلاسيبو لمب خد اللايراجلوتايد،
الديوريشن بتاعت الترايل كانت 56 اسبوع، بتتكلم على سنة. وكان في الرانين فيس بدأوا بالدوز اسكاليشن. يعني ايه دي؟ يعني انا اللايراجلوتايد لما هنتكلم عليه انا ببدأ ب 0.6 اسبوع، وبعد كده 1.2 اسبوع، وابدأ ازود 1.8 2.4 الى 3 ميلي جرام. 3 ميلي جرام از ثيرابيوتيك دوز اوف لايراجلوتايد، هي دي اللي انا بكمل عليها. هم عملوا الكلام ده بس وصلوا للماكسيمم تولوريتد دوز ووقفوا. قول لي يعني ايه؟ اقول لك انا بكلمك ان انا المفروض امشي على 3 ميلي جرام، ده المينتنانس دوز. ولكن لو انا وصلت مع طفل ال 1.8 دي الماكسيمم تولوريتد دوز ويز افيكاسي، ولو زودت لقيت سايد افكت خليك واقف على 1.8 وكمل. وده على فكره في البراكتيكال اللي احنا بنعمله. في الاطفال هتختلف تماما عن الكبار، لان الكبار لا، انا ممكن ازود ل 3 ميلي جرام. واشتغلوا في التو لمب زي ما اتفقنا، اللمب اللي خد اللايراجلوتايد 3 ميلي جرام بدايه من الشهر او الاسبوع الرابع لل 56، واللمب الثاني اللي خد البلاسيبو. والبلاسيبو هنا انا بتكلم على حاجه انرت انجكشن بس ما فيهاش الاكتيف انجريدينت اللايراجلوتايد. والتو لمب خدوا هيلث نيوتريشن اند فيزيكال اكتيفيتي كونسلنج، ده لازم، ده البيز. لمب خد لايراجلوتايد ولمب خد البلاسيبو، وقفنا الاند اوف تريتمنت وشفنا الفولو اب بيريود، مهمه جدا دي. لما وقف الدواء ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ريباوند ولا مش هيحصل؟ خلينا نشوف كده. ده تريتمنت اكسبوجر اللي انا قلت لك عليه الدوز، سواء الاثنين كان السامبل سايز 125 في كل لمب، 125 126. اللي كمل على 3 ملي جرام 103 من 125. ده يقول لك برضو ان 3 ملي جرام كان بي تولوريتد بنسبه تقريبا 82% من السامبل سايز اللي خدته. كانت الريزلت فيفور طبعا اللايراجلوتايد، او بنتكلم على اللي تشينج في البادي ماس اندكس ستاندرد ديفيشن سكور، كان في ماركت امبروفمنت في السكور في الليمب اللي خد اللايراجلوتايد. بصوا الاوف بيريود انا وقفت عند 56، حصل ايه؟ حصل ريباوند في الاثنين. وده يجاوب لك السؤال المهم جدا، تدي لحد امتى وتوقف فين؟ اوبيزيتي از ا كرونيك ريلابسنج ديزيز. كرونيك ريلابسنج يبقى انا مش المفروض ان انا ما اوقفش، حتى لو وقفت اي ام اوبزرفنج ذا بيشنت، وتشوف الدنيا لو محتاج ان انا ارجع تاني انا برجع تاني. ده مش عيب في الدواء ان انا وقفت وبدا يحصل ريجين للويت. ده اللي تشينج في البرسنت كان ان فيفور اوف لايراجلوتايد، برسنت اللي هي اتشيفد ال 5% وال 10% برضه ان فيفور للليمب بتاع اللايراجلوتايد. نيجي للسيفتي، المين سايد افكت اوف ذا لايراجلوتايد الجي اي تي. نتكلم على جاسترايتس، نتكلم على ريفلكس، احيانا بيبقى فيري سيفير احيانا، ولكن بالتبس البسيطه اللي انت لو بدات بيها انك تديه على امبت ستومك، تدي معاه ووتر، تقول للبيشنت ما تاكلش كتير، الامور بتمشي. ودي ما بعرف السايد افكت بتاع الجي اي تي بيبدا في البدايه في الدوز البسيطه اللي انت بتديها ال 0.6، وما تزودش الا غير لما يكون البيشنت تولوريت الدوز اللي انت هتزودها. ده الالم بتاع الساكسندا زي ما اتفقنا، اما نبدا بالاسكليشن دوز 0.6 اسبوع، 1.2 اسبوع، 1.8 لحد ما اوصل ل 3 ملي جرام. الكلام ده المفروض بتوصل عليه على الاسبوع الخامس. 3 ملي جرام تستمر لمده كام؟ احنا بنتكلم في 56 اسبوع، ده في الترايل هي اللي قالت كده. لا ممكن اكتر، ادي اكتر من كده ممكن، تقدر توقف فين بتاعتك. والتريتمنت بتاع الاوبيزيتي از individualized according to the patient according to the side effect according to the needs according to the result اللي انت جايبها، انت بتاخد القرار هتعمل ايه. ال FDA وال EMA طلعوا الكونسنسس اللي من خلاله انا بشتغل بالساكسندا، وقالوا احنا يمكن شغالين على الاوروبيان ال EMA اكتر من ال FDA. can be used as an adjuvant to healthy nutrition and increase physical activity، الاثنين مهمين، بستخدمه في البادي ماس اندكس المفروض اعلى من 95% باي ديفينيشن او ستاندرد ديفيشن اكتر من 2 اللي هو مماثل لبادي ماس اندكس فوق ال 30 او الويت فوق ال 60 كيلو.
المسج الأساسية اللي عاوزين نوصلها childhood obesity is one of the most serious public health challenges. الليراجلوتايد بلس لازم معاها اللايف ستايل ثيرابي بتؤدي الى significant greater reduction في البي ام اي ستاندرد ديفيشن سكور وفي greater improvement in بي ام اي اند بودي ويت وي اوبزرف ات وذ ليراجلوتايد versus البلاسيبو. نو نيو سيفتي سيجنالز وير ايدنتيفاي. انا هنا في السيفتي مهمه يمكن انا باقيلي مش باقيلي في حاجتين مهمين وكليمز تو كليمز دي ما بيتقالوا في اللايراجلوتايد بانكرياتايتس وميدالاري سيل كارسينوما الاثنين. الدراسه خلال ال 56 ويك نو بانكرياتايتس ووز اوبزرف ولكن انا هقول لك لو خدت هيستورو من البيشنت والايت هيستورو اوف بانكرياتايتس سواء مايلد او غير كده ما تديش الدواء ما تدوش وان كان لو عمل بيعمل فيري مايلد بانكرياتايتس شفناها في الادلت يعني. ميدالاري سيل كارسينوما ده ايشو كبير جدا في الثايرويد يا لا تمثل اكتر من 5% من الثايرويد كانسر. يعني الكلام اللي بيجي لك ان اي حد عنده ثايرويد ديزيز يقول لك مش هاخد اللايراجلوتايد. المعلومه دي صح؟ لا. احنا بنتكلم على كانسر ومش اي نوع من الكانسر كمان. ميدالاري سيل كارسينوما ويتش ريبريزنت 5% اونلي. والكلام الثالث بقى كنا لسه مع الدكتور ابراهيم الابراشي كل السكيل ترايل اللي اتعملت واللي قعدت فتره اكتر من 3 سنين نو كيس اوف ميدالاري سيل كارسينوما ووز اوبزرفد موجوده في الريتس بس. وليه بقى موجوده في الريتس؟ كلام كتير ان هي بتطلع من السي سيل بتاع الكالسيتونين وليه ان السي سيل دي مور اباندنت في الريتس عن الهيومن ومور سنسيتيف فور لايراجلوتايد زين الهيومن لكن نو كيس اوف ميدالاري سيل كارسينوما ووز اوبزرفد. اقدر اديه سيف في الثايرويد ديزيز ثايرويد ديزيز اديه ما فيش مشكله. لو لقيت ثايرويد كانسر هقول لك ممكن اديه ويز كوشس يعني عشان برضو ايه الكلام ودخلت على النت وسمعت والكلام ده. شكرا جزيلا انا خلصت. شكرا لك.